وكيف ما تبعته. انا اشكرك بدوري على الدعوة. كيف ما تبع الجميع قرار البرلمان الأوروبي، اللي هو طبعا غيبقى قرار غير ملزم حتى الأجهزة ديال الاتحاد الأوروبي، أساسا المفوضية الأوروبية، وغير ملزم طبعا الدولة المغربية بمؤسساتها، خاصة السلطة القضائية التي تم التدخل في شؤونها وفي استقلالها. طبعا كجمعية نددنا بهذا القرار البرلمان الأوروبي لعدة أسباب، ولكن أساسا أنه قرار غير محسوب، قرار غير مسؤول من مؤسسة اللي يعني كتعترف أو لا كتمارس أو لا مؤمنة مع الأسف بمنظومة حقوق الإنسان، وكان المفروض أنه إصدار قرار. ماشي الإشكال في إصدار قرار، الإشكال في الكيفية، كيف إصدار القرار، الطريقة، الأسلوب، اللهجة، مضامينه. يمكن البرلمان الأوروبي ناقش وضعية حقوق الإنسان في المغرب، حرية الصحافة، حرية التعبير، ولكن بالشكل، بالطريقة، وفي هذا الزمان بالضبط، باش يمكن إصدار قرار من قبيل القرار اللي كان فيه تدخل سافر في استقلال السلطة القضائية. بالنسبة لنا كجمعية مغربية لحقوق الضحايا، احنا طلعنا على القرار بمقتضياته وبنصوصه، مع الأسف قرار اللي كيتكلم على ضمانات الغياب، ضمانات المحاكمة العادلة. أظن مؤسسة كان المفروض تلتمس توفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف، خصومة جنائية. نتكلم عن حرية التعبير والصحافة، هادو صحفيين في مهنهم، ولكن ارتكبوا أفعال إجرامية تدخل في إطار جرائم الحق العام، جرائم اغتصاب. قرينة البراءة التي على أساسها تمت صياغة وتحرير مجموعة من التقارير من منظمات وطنية ومن أشخاص ومن أطراف على المستوى الوطني، وأذكر بالذات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باش تمررها، وهذا الشيء قاله الرئيس ديال الجمعية في لقاء أخير، كان فيه لقاء أخير ونقاش في الموضوع، أنها تمرر هذه التقارير المراسلون بلا حدود، هيومن رايت ووتش، المجموعة من أمنيستي إلى غير ذلك، اللي هي منظمات مع الأسف تتجاوز الإطار ديالها الحقوقي، لتتدخل في نقاش سياسي عنده خلفية سياسية. هذا هو واقع الحال. كنتمنى أنا شخصيا أن هاد الناس يحيدوا هاد القبعة الحقوقية باش ما يبقاش يغلطوا. التغليط ديال الرأي العام الوطني والدولي في إشكال، ويكونوا كيهيكلوا أحزاب سياسية ولا ينشئوا أحزاب سياسية ويدخلوا للمعارك الانتخابية، ويبينوا لنا التعبئة اللي يمكن تكون عندهم والقاعدة الشعبية داخل المجتمعات ديالهم. مع الأسف عدم إنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية في هذا القرار يجعله مختلا غير مقبول حتى في الشكل، لأن أي واحد بغى يصدر قرار قبل ما يكون القناعة ديالو باش يعطي موقف، المفروض فيه أنه يتحرى ويستمع لجميع الأطراف، وأنا ذاك كيبني القناعة ديالو بناء على المعطيات، على أي أساس تم إصدار هذا القرار، مع العلم أنه في الفقرة الثانية للقرار كيقول بأنه يدين الادعاء أو الاستعمال قضايا الجنس في كذا، بمعنى يغيب هو بشكل مسبق قبل ما يستمع لهاد الضحايا، قبل ما يستمع حتى الجمعية اللي تبنت ملفاتهم، قبل ما يستمع للمحامين ديالهم، ولا أحد يعني موقف مبني جاهز وغير مبني على أساس وجاهز ومسبق وتم إصداره قبل منه، كان في نفس الاتجاه هيومن رايت ووتش، وحنا عقبنا على هذا الشيء بالدليل والبرهان، بل بعلاقات هيومن رايت ووتش والمانحين والأطراف التي تدفع في هذا الاتجاه. المسؤول الكاتب العام ديال اغاساف
اللي جا المغرب خلال جلسة واحدة وجلس أظن 15 دقيقة في كل جلسة، لأن كانوا الملفين يروجان في نفس اليوم، سليمان الريسوني وعمر راضي، وخرج أمام المحكمة ليدلي بتصريح وكيعطي موقف. المحاكمة في بدايتها تقريبا جلسة أو جلستين في الملفين، بمعنى القرار جاهز ومسبق من خلال المعطيات اللي كي ياخدها من بعض الأشخاص ومن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي كتدفع في اتجاه إصدار مثل هذه القرارات اللي كدين المغرب. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي غادي نرجع لها، مع الأسف أنا كنتمنى تكون عندهم الجرأة ويقولوا حنا كنناقشوا السياسة، لأنه باش يقول لي السيد الرئيس الجمعية بأنه السياسي والحقوقي ما كيتعارضوش، طبعا ما كيتعارضوش، ولكن مجال حقوق الإنسان أوسع وأغنى. السياسي عنده خلفيات وحسابات سياسية، يمكن احنا احيانا بهذه الخلفية وهذه الحسابات ما ياخدش موقف من مسائل سواء بالمعارضة او بالموافقة، ولكن الحقوقي يبقى دائما منفتح على الجميع، لانه الاصل والمبدأ هو انه يدافع عن حقوق الانسان. الجمعية المغربية لحقوق الانسان منين الضحايا مشاو قصدوا الجمعية الحقوقية الإنسان باش تساعدهم، باش تصاحبهم، باش ترشدهم، باش تعطيهم الكونسي، مع الأسف تصرفت بالعكس. مع ضحية عمر راضي تم الاتصال بالمشتكى به آنذاك اللي هو عمر راضي باش تخبره بأنه ضحية جات، مع الأسف ما احترمت لا سرية لا حقوق الضحايا. لا، ما هذه جمعية كتقول أنها حقوقية، وأنا كنقول بأن جمعية سياسية عندها موقف سياسي وكتحكمها خلفية سياسية، خصها تكون عندها الجرأة وتقول بأنها الوضع ديالها. نفس الشيء تمت ممارسته مع ضحية الريسوني اللي رفض الرئيس يستقبله وجاوبه باغ ميل وقال له احنا في كوفيد من بعد ونقوله في فترة كوفيد، ولكن من بعد ماذا قامت الجمعية المغربية أي إجراء، أي بيان للتضامن، أي ولا شيء، في حين تم إصدار بيانات وبلاغات للتضامن مع متهمين عمر راضي والريسوني، ومع مدان اللي هو الآن جاني ارتكب أفعال إجرامية في حق ضحايا. اليوم قرينة البراءة اللي كيبنيو عليها، أنا بغيت نفهم قرينة البراءة اللي هي مبدأ حقوقي ومبدأ دستوري ومقتضى قانوني في قانون المسطرة الجنائية. مبدأ القرينة هي البراءة، ما كيعنيش ان كل انسان غادي يتمتع بالمتابعه في حاله سراح، يبقى التقدير للجهات القضائيه على حسب الوضعيه، ضمانات الحضور ديال المتهم، كذلك خطوره الافعال وخطوره الجاني، كذلك عندها ضروره ديال حمايه الضحايا، لانهم منين نكونوا في العالم ضحايا الاعتداءات الجنسية أو جرائم الاعتداءات الجنسية تتم المتابعة في حالة اعتقال في العالم، لأن ما يمكنش معتدي جنسيا على أي شخص، طفل أو امرأة، خاصة الأطفال والنساء أو رجل، كتم متابعتهم في حالة اعتقال. ما يمكنش نعطيه الصراح باش يمشي يرتكب جرائم أخرى جنسية في حق ضحايا أخرين، وبالتالي حماية المجتمع وحماية الضحايا تتم المتابعة في حالة اعتقال. القول بأن هذه ملفات مفبركة، احنا قلناها بأن ها هما الضحايا كاينين، توفيق ب 2056 فيديو توثيق الجرائم الجنسية، هو بنفسه اعترف بأن في المكتب ديالو في خلال واحد النزاع مع إحدى الضحايا في فيديو أقر بأنه فعلا كان، معنا كل الأمور اللي كانت تم توثيقها من أفعال إجرامية هي ثابتة. نفس عمر راضي اعترف بالعلاقة الجنسية، يقول الرضائية، الضحية تقول تعرضت للاغتصاب، المحكمة اقتنعت بدفعات الضحية واستجابت للطلب وعاقبت المتهم وحكمت بالتعويض. نفس الشيء بالنسبة لسليمان الريسوني اللي يعني تنكر أساسا أنه كيعرف الضحية، ومن بعد بدا كيستدرك، رفض
استدرك وقال بأنه كيعرفوا بأنه استقبلوه في بيته إلى غير ذلك. هالتناقضات في الأقوال كتبين الحقيقة وكتوصل القاضي أنه يبني قناعته. سليمان الريسوني رفض هذيك الخبرة الصوتية على الاتصال اللي كان بينه وبين الضحية من بعد الفعل الجرمي ما ترتكب، على أساس أن الضحية ما ياخدش هاد الشيء ومش مشكل إلى غير ذلك، ورفض أنه دار خبرة صوتية على هذا النقاش اللي كان بيناتهم، وفي حين أن الضحية ما رفضش بأنه هذاك صوته وهذاك صوت سليمان الريسوني. كل أمور اللي هذه تفاصيل اللي كانت في المحاكمات الناس ما كتعرفهاش، باش كنجيو نغلفوا الأمر كله وتحكم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة لمساندات والتضامن مع معتقلي الرأي إلى غير ذلك، باش يصنعوا قرارات اللي كيتم تصديرها للخارج من أجل إدانة المغرب. يعني أنا عندي علامة استفهام كبيرة الهدف من هذا، واش الهدف هو النهوض بحقوق الإنسان في المغرب؟ مع ما مع الأسف ما كنظنش أن هذا هو الهدف. كنتمنى أنه يكون الهدف، ولكن ليس كذلك. الأمر مخالف في اعتبارات أخرى، فيها اعتبارات سياسية، فيه إشكالات مع دول الآن حنا معها في أزمات اقتصادية وتدخل اقتصادي في البلاد، لأنه البلاد بدأت اليوم كتعامل بالندية مع فرنسا. كاين هولندا كذلك اللي كتدخل في الأمور الداخلية، وحنا عرفنا شنو وقع في ما وقع في حراك الريف. أنا ما كنبغيش نسمي حراك الريف، لأنه باش يقول لي واحد خرج يطلب مدرسة ومستشفى وتعتقل، ما كنظنش أنه إنسان اللي خرج، لأنه كاينين مواطنين خرجوا باش يطلبوا مدرسة ومستشفى، ولكن اللي كانوا دفعوا في ذاك الوضع في الحسيمة ما كانش الهدف ديالهم المدرسة والمستشفى، كان عندهم أهداف أخرى. وهناك تدخل من جهات، خاصة واحد مجموعة ديال الناس أو أطراف أخرى في هولندا، واللي كان تأثير ديالهم باين حتى في القرار اليوم ديال البرلمان الأوروبي. مع الأسف هذه أمور اللي يمكن كتأثر على المغرب اللي هو خاض مسار في النهوض بحقوق الإنسان. ما كنقولوش بتاتا بأننا راه حققنا، كنقولوا كاين تحول داخل المجتمع المغربي، كاين تقدم، كاين تطور، ومازال المسار طويل. المفروض اليوم انا اقول لها المناضل الحقيقي هو اللي دافع من اجل البناء والتنمية في جميع المستويات، حتى على المستوى الحقوقي. الانسان اللي كيستغل وعنده ارتباطات مع جهات اخرى لا علاقة له بحقوق الانسان، ممكن يتصنف راه حتى القانون يمكن يدخل المعاقبة، لأنه كنلاحظوا سلوكات أخرى يعاقب عليها القانون. المفروض أنه أحيانا ولو أن الهامش الديمقراطي اللي تفتح داخل المغرب، لو كنا في مرحلة سابقة كان تكون إجراءات أخرى في حق هاد الناس. لهذا نبغي نقول نرجع للأساس الموضوع، لأن قرار البرلمان الأوروبي عنده أبعاد سياسية، عنده أبعاد قانونية، عنده علاقات غتأثر على العلاقات الخارجية. وأنا كنت كنتمنى نقولها أن تكون سسبونسيون دي غولاسيون اونتخ لي دو بارلمونتيغ، لأنه ما يمكنش نتسناو من برلمان اللي هو جهاز في مؤسسة أو لا في الاتحاد الأوروبي اللي هو شريك المغرب، وأعطى المغرب في سنوات الوضع المتقدم ديال الشراكة في علاقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية إلى غير ذلك. وبالتالي هذا قرار اللي كيأثر على هذه العلاقات اللي كما قلت غير مسؤول وغير محسوب. الإشكال الحقيقي هو اليوم كاين ضحايا اعتداءات جنسية. وأنا باش نقول نرجع للمسألة ديال توظيف هذه الملفات من طرف لا ام داعش ولا هذه المنظمات الخارجيه، وانه اليوم كيضيفوا حتى في ملفاتهم ملف محمد زيان. حنا كنعرفوا التاريخ، بغينا نبيضوا التاريخ ديال الناس في الوقت اللي كان
محمد زيان كاينو ضد الأموي ومناضل اللي عطى تصريح للبايس الإسبانية وتحاكم بالحبس. واش اليوم بغينا نبيضوا؟ راه في زمن مضى راه عبد الرحيم بوعبيد قال لا للاستفتاء وضحى ومشى للحبس لأن كان الهم هو البلاد. أما اليوم باش نبغيو نقولوا بأننا كنديروا المعارض باش نخدموا شي جهات أخرى فيها طبعا ما هو مادي وفيها يعني خلفيات سياسية اللي كتحكم، وهادو مجموعة ديال الأشخاص أو أطراف اللي كيتم توظيفهم لضرب بلاد اللي خدات مسار بمشاكلها الاجتماعية. وحنا كنناقشوا اليوم الهشاشة وكنناقشوا غلاء الأسعار، ولكن في بلادنا كنقولوا هذا الشيء كاين وكنتقدوا الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي داخل المجتمع المغربي. أقول وآخر مسألة يمكن نشير لها هي أن هذا القرار مس بشكل كبير ضحايا الاعتداءات الجنسية من جهة أو من جهاز في بلد اللي أو بلدان اللي إحنا كان على الأقل كان ناخدها مثل في حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية وفي النهوض بحقوق الإنسان. كنتمنى أنه اتخذ تدابير حقيقية. نحن كجمعية عندنا إجراءاتنا اللي غادي نسلكوها، طبعا صدرنا بيان للتنديد بالبلاغ، ولكن كاين إجراءات قادمة لفائدة الضحايا باش يوصلوا صوتهم لهاد الأجهزة اللي مع الأسف لم تكن محايدة في هذا القرار، واللي كنتمنى أنه يتم الرجوع إلى الحكمة والعقلانية في التعامل مع ملفات ومع أمور لقضايا اللي هي كبيرة واللي كتمس علاقات اللي استمرت علاقات تاريخية واللي كنجيو لحسابات صغيرة لهذا الطرف السياسي أو لهذه الجهة أو لا. كذلك ما نساوش طبعا كل اللي كيدخلوا في هذه المسائل، لأن حقيقة كاين المغرب يزعج في هذه الدينامية اللي خالق، والجارة كذلك الجزائر إلى غير ذلك، كلها أمور اللي يعني لو استثمرات ما تستثمره لضرب المغرب في الجزائر كرة على الأقل البنية التحتية ومشاكل اجتماعية داخل الجزائر تعرف واحد النوع ديال التطور. ولكن هذه مسألة اللي كتبين أن الرد الفعل الرسمي كان في المستوى، رد الفعل المدني كان في المستوى، حتى من يختلفون فقط كنتمنى أن تكون الخلفية الحقوقية والمبدأ الحقوقي هو اللي كيحكمهم. مع الأسف هناك دوافع أخرى لا علاقة لها بمنظومة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان، وبالتالي سنستمر في نضالنا، سنستمر في تضامننا مع ضحايا الاعتداءات الجنسية، ونؤكد على أن ضمانات المحاكمة العادلة توفرت للأطراف في الخصومة الجنائية، وبأن القانون الذي حكم به المتهمون هو القانون المغربي الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وبأن هذا التدخل بهذا الشكل ما غادي يزيدنا إلا تشبث بعدالة قضية ضحايا الاعتداءات الجنسية. شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا لكم.